سألني بعض الأحبة منذ أيام فقال إنه دخل إلى المقبرة مع جنازة، فلما دفنوا الميت لم يلقنوه، فما حكم هذه المسألة؟ أولا نذكر معنى التلقين ثم نذكر شيئا من أحكام هذه القضية. التلقين هو أن يجلس أو يقف إنسان عند قبر إنسان قد دفن الآن ثم يذكره ببعض الأشياء. قال يذكر من؟ يذكر الميت بأن يخاطبه ويكلمه فيذكره بالله تعالى وبدينه. هذا اسمه تلقين، مأخوذ من لقن أي كلم وخاطب. طيب ما حكم هذه المسألة في الأصل يا أيها الأحبة؟ هذه المسألة مستحبة عند كثير من أهل العلم، وقال بعض أهل العلم إنها جائزة جوازة، يعني ليست مستحبة وليست مكروهة، والراجح أنها مستحبة وسنة واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتالي هذا الإنسان السائل الذي سألني لو أنه دخل إلى مقبرة فلم يلقنوا فهم ليسوا آثمين ولم يقعوا في حرج شرعي، وليس عليهم من مراجعة أمام الله تعالى إذا لم يفعلوا هذه القضية. التلقين يا أيها الأحبة ورد فيه حديث إسناده ضعيف أخرجه الإمام الطبراني في المعجم من طريق أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعتم العبد في قبره فقولوا له يا فلان ابن فلان فإنه يستوي جالسا، يا فلان ابن فلان فإنه يقول أرشدنا رحمك الله. المقطع الأول فإنه يستوي جالسا أي الميت يفهمه بعض الناس هداهم الله تعالى، وقد سمعتها مرارا وتكرارا من بعض الأحبة أن الميت إذا وضع في قبره يرفع رأسه فيصاب رأسه على الحجر الذي فوق القبر الذي أغلق القبر، عشرات من الناس صغار نساء رجال وكذا يقولون أنه برفع رأسه بالطريق، لك إيش يرفع رأسه بالطريق حسبي الله على هذا الجهاز. قال الحديث يقول هذا أمر معنوي يا أخي الكريم، معنوي معنوي، أنت لا ترى، أن تفتح عليه 100 عام وراقبه لن تجده يتحرك ولن تجده يقول شيئا، لن تجده يفعل شيئا. قال ايه يعني ما يقال؟ لو لا يقال قطعا، ولكن هذا الامر اشبه ما يكون قلت مرارا وتكرارا كما قال العلماء يعني نقلا عنهم رحمه الله انه اشبه ما يشبه بالنائم. النائم يرى انه سافر الى الحج وانه راى كذا وانه اكل وشرب وفعل اشياء كثيره، وبجانبه زوجته لا ترى شيئا، يستيقظ فيكلمها يقول صنعت كذا ورأيت كذا وكذا وكذا، أهو كاذب في مقولته؟ لا. أهي رأت شيئا؟ لا. أهو انتقل من مكانه؟ لا. كيف رأى؟ في عالم آخر مستقل اسمه عالم الروح وعالم المنامات، عالم خلقه الله تعالى اسمه عالم الروح والمنامات. هذا مثال بسيط أثناء حياتنا نراه، فكيف بالموت وهو عالم مستقل عالم البرزخ؟ قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، عالم عظيم هذا جدا. بالتالي لو كشفنا لن نجد شيئا نحن. المهم فهذا الإنسان ميت لما يستوي هذا أمر معنوي والله تعالى أعلم. المهم فيقول الميت أرشدنا رحمك الله. قال فليقل له يا فلان ابن فلان أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال فيقول منكر لنكير ما حاجتنا إلى رجل قد لقنه الله تعالى حجته، ما حاجتنا يعني نسأله وقد أعطاه الله تعالى هذا الشيء، ما حاجتنا إلى رجل قد لقنه الله تعالى حجته. قال رجل يا نبي الله فإن لم يعرفه أو فإن لم يعرف أمه، في هذا الحديث لفظ يا فلان ابن فلانة يعني
بالنسبة للأم. قال فلينسبه إلى أمه حواء، يقول يا فلان ابن حواء لا أعرف اسم أمه. أعود فأقول، أولا هذا الحديث ضعيف أيها الأحبة، وبالتالي لا يؤخذ منه حكم جازم. منذ أيام ذكرنا مثل هذه التفاصيل، ما يؤخذ منها حكم جازم قاطع هي الأحاديث الصحيحة، وهذا الحديث في إسناده ضعف، لذلك اختلف العلماء رحمه الله تعالى. فقال أكثرهم بأنه مستحب هذا التلقين هذه الكلمات، وبعضهم قال إنه جائز فقط لا يؤمر به ولا يناعم، لأن هذا الحديث ضعيف. لو كان هذا الحديث صحيحا لقال كل العلماء أن هذه سنة مؤكدة التلقين. لأن هذه الكلمات الواردة في هذا الحديث، بعض أهل العلم اجتهد فقال ويزيد وأنك وأذكرك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأذكرك بما خرجت عليه من الدنيا بأنه رضيت بالله تعالى ربا قلناها، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن القرآن حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، ويذكرون بعض الكلمات الأخرى. هذه كلها اجتهادات من أهل العلم لم ترد بالنص في ألفاظ الحديث النبوي الشريف على ضعفه، على ضعف هذا الحديث. الآن بشكل عام تذكير الميت هل هو أمر مطلوب؟ نعم، هذا أمر مفروغ منه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أو عنه أنه قال وأوصى بنيه، أوصى بنيه وفيهم عبد الله بن عمرو ابنه وهو صحابي أيضا، قال فإذا وضعتموني في قبري فسنوا أو فشنوا علي التراب سنا، يعني انقلوه على مهلكم برفق، ثم سلوا الله تعالى لي التثبيت، وقفوا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، فإنه حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسول ربي. وأخرج الإمام أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر وقد دفن، أي صاحبه، فقال سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. لذلك أيضا أخذوا من هذا الحديث أنه يستحب أن يقول الإنسان إذا وقف عن القبر اللهم ثبته بقولك الثابت، ويرددها ما تيسر له من حديث سلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال أهل العلم هذا التلقين يستحب للإنسان البالغ رجلا كان أو امرأة، ولا يستحب للطفل. طفل لا يسأل، طفل صغير 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات لا يستحب. على كل إن فعله لا حرج عليه، ولكنه ليس في الأصل مستحبا، لأن الأصل خطاب المكلف بالأعمال والذي سيسأل عن أعماله. الآن في عدد من الإخوة أصلحهم الله تعالى يضيفون كلمات طويلة جدا في هذا المكان في التلقين، وبخاصة الآن طبعا نحن بسبب ما حل بنا من الظروف تغيرت أحوال كثير منا. كثير منكم يذكر ما كان قبل هذه الأحداث، نخرج مع هؤلاء الذين يخرجون وهم موظفون، عبارة عن موظفين يسمون دفن الموتى، يجلس أحدهم فيفتح قصة طويلة لها بداية ليس لها نهاية، ويا عبد الله ويا كذا، وينصحه نصيحة طويلة محفوظة مكرورة ملزم بها الرجل، يحفظها حفظا غيبا ويسردها عند كل ميت، ويزيد كلاما طويلا لا ورد في حديث ولا استحبه العلماء، وإن كانوا قد دفعوا له كثيرا أهل الميت، فيقول واعلم أنه يأتيك الآن من الله ملكان، يقال لأحدهما منكر وللثاني نكير، وفي رواية يقال لأحدهما مبشر وللآخر بشير. إذا دفعوا له كثير بصيروا مبشر وبشير. اتق الله يا رجل، منين جبت مبشر وبشير؟ منين جبت؟ مشان يعني نبشر المسلم، يعني نخوفه من عذاب القبر؟ ليش أنا الذي أخوفه ولا أنت ولا إيش هذا الكلام؟ إذا من أجل أن لا يخاف أيضا الآيات التي فيها عذاب، عذاب الحريق والعياذ بالله أعاذنا الله والمسلمين منه، إذا لا نذكرها مشان ما نخوف حدا. لأنه بعض الأغبياء هذا الوصف الوحيد لهم، بيقول لك إيه لا تخوف الناس،
يعني ماذا نحذف آيات العذاب من القرآن عشان ما نخوف الناس على زعمك؟ ماذا نفعل يعني؟ حدثنا كي نفهم. بالمقابل أنا قلت مرارا تكرارا، مو أنا يعني العلماء من قبلي، قالوا الإنسان حكيم المسلم يعني يجلس في مجلس إنسان عاصي لله ماذا يذكره بكل عذاب الله؟ طبعا هذا من الحكمة، بيذكره بالترغيب بالترهيب بكذا بأسلوب لطيف، لكن أن لا يقول لا لا تحكي لنا عن الموت. بعض الإخوة لماذا لن تموت وغلب معك صك بالبقاء؟ اجلس استمر. لا ذكرنا بالعذاب، لماذا نحذف آيات العذاب على كيفنا يعني من رأينا من اجتهادنا؟ هذا كلام غير صحيح. إذن القضية هنا يا أيها الأحبة لا يذكر في هذه القضايا وهي أمور الغيب إلا ما ثبت، بالتالي لا أضيف لا من عقلي لا مبشر ولا بشير. ورد في تسمية هذين الملكين منكر ونكير، وورد في بعض الأحاديث أيضا في إسنادها شيء ليست قوية جدا أن شكلهما ومنظرهما وصوتهما قوي جدا جدا مخيف يعني، لكن ثبت هذا في بعض الأحاديث كما قلت غير قوية الإسناد. على كل بالتالي يعني لا أضيف من عندي أي شيء على ما ورد، فبعض الإخوة يزيد ويضيف وكذا لا ينبغي هذا. لا من السنة المؤكدة في هذا الموقف يا أخي الكريم ما أشرت إليه في الحديثين السابقين، وقفوا عند قبري قدر ما تنحر جزور وجزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. والحديث الآخر سألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. الأحبة بعد مجرد دفن ميتهم بيقول لهم هذا أيضا صاحب الدفن كذا، يلا يا جماعة التعزير، بطلعوا بيسلموا على بعضهم يرجعون إلى بيوتهم. والميت قال إيش نساوي؟ سألوا الله له التثبيت، وقفوا والله هو بحاجتكم، أنتوا أهله أبنائه أخوته، والله الآن بحاجتكم، الله لا تروحوا. ما داعي القصة القديمة المضحكة اللي بتضحكوا عليها مشان يروحوا على فتح التم؟ الله سكروا تمكم وادعوا له، تم حكي بلاه الله، وفتح تم حلويات عالكم صدي بصراحة بلاء الغوبة، هذه الضلالات انتهوا منها يعني. وكلنا سنعرض لهذا الموقف، كلنا شئنا ما بينا، كلنا غصب عننا سنعرض لهذه المواقف. فبلاء يا أخي بالله عليك، الآن الميت بحاجتنا، بحاجة دعائنا، بحاجة سؤالنا له لله له أن يثبته، بحاجة ما ورد في الحديث حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسول ربي، ليس بحاجة أن نقف ويقول لي فلان وشكرا وعفوا الله يرضى عليهم ويجزيهم الخير ساعدوني في الدفن، لكن لا أكثر ولا أقل، سأرجع إلى ميتي أنا، لا ميتي بحاجة إلي، فأقف وأقف عند قبره وأدعو ما تيسر وأقرأ له ما تيسر، وأسأل الله تعالى له الثبات، وأسأل الله له مغفرة الذنوب. هذه قضايا مهمة جدا يا أيها الأحبة، هذا هو الموضع الذي هو بحاجتي، وإلا بعد ذلك فيحتاج إلى دعاء عام كذا، لكن الآن هو الوقت الشديد العصيب الذي لا مهرب منه، الذي هو المشقة الشديدة فيه عليه، فهذا ما نحتاجه الآن في هذا الموقف. إذن التلقين يا أيها الأحبة هذا هو تفصيله وحكمه. قلت لكم وروده في حديث ضعيف جعل بعض المسلمين في بعض البلاد لا يلقنون، في بعض بلاد الإسلام تراهم يدفنون ميتهم يقفون يدعون له ثم ينصرفون لا يلقنون، ما بيقولوا له عبد الله بن عبده ومتى هذا التلقين الذي أشرنا إليه. لماذا؟ لأنه لم يثبت في حديث صحيح، بالتالي تركه أفضل. لا، قلت لكم إن فعله أفضل، والراجح أن فعله أفضل وأنه مستحب، لكن لو فرض ما فعلوه ما أثموه ما وقعوا في ذنب كبير، الغاية أنهم يدعون لميتهم ويترحمون عليه. هذه مواقف يا أيها الأحبة نعرضها، ذكرناها وذكرنا أحكامها لنسترجع أنا وأنتم أننا واقفون بين يدي الله، أننا راجعون إلى الله سبحانه. بالأمس قيل لي فلان مات، أذكر هكذا استعرضت ذكريات عنه، سبحان الله من الصباح إلى آخر المساء شغل أولادي يلا والله بشتغل بالحلال، عارف أقول له يا فلان عارف بالحلال ما بضلك بالحرام، بس هدي مجلس علم بقول لك والله مشغول جاي تعبان ما خرج أحضر ما بحسن يعني ما عندي وقت، طيب هدي صوت 60 حاج إن شاء الله إن شاء الله بنوي إن شاء الله
لا ماذا ينفعك؟ ينفعك أن أولادك أخذوا الأموال وبدأوا يتمتعون بها وأنت يعطيك العافية، رحت انتهيت، ماذا؟ ما أعرف. ما الجواب؟ كل الناس يقول والله صح، والله صح، هز براسه والله صح، لكنه لا يفعل من ذلك شيء. والله صح، هدي 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 عملك، الدنيا ستأتي شاءت أم أبت، ستأتي وهي راغمة، اعمل. الله تعالى أمرنا بالعمل لكن بالهدوء. سبحان الله، لما نقف هذا الموقف ونوضع هذا الموضع ما عندنا من جواب، لأننا قد انتهى العمل، الآن صار هناك الأجل، الآن الدنيا عمل بلا أجل، الآخرة أجل بلا عمل. فالعاقل من اتعظ يا أيها الأحبة، رزقنا الله جميعا أن نكون من أهل الاعتبار. الحمد لله رب العالمين.